تعرفون جميعا المسار الذي يعني ادى الى تكوين هذه الحكومه، ونقولها بكل صراحه المناورات والمؤامرات التي مكنت من ان يهوي حزبنا الى الدرجه التي هو فيها، وكانت كل الدواعي تشير الى انه بعد أن انتقلنا من 125 نائب برلماني إلى 13 نائب برلماني، كانت تشير إلى أنه يعني يجب أن نحاول أو أن نجد وسيلة لمواجهة هذه الحكومة ورئيسها الذي نعتبره يعني المسؤول الظاهر عن ما وقع لحزب العدالة والتنمية منذ 2016 والبلوكاج المشهور. كل هذا يعني لم يمنعنا من أن نلملم جراحنا بعد نتائج 2021 ونحاول الانطلاق من جديد من خلال مؤتمر استثنائي تعرفون مخرجاته. وبطبيعة الحال ما أن عقدنا مجلسنا الوطني الأول حتى وجدنا أمامنا يعني دعوة لكي ترحل هذه الحكومة التي ترأسها وزير بقي هو وحزبه يعني بجوارنا لمدة 10 سنوات، وكما قلت لكم كان السبب الأساسي في البلوكاج وفيما تلاه. ولكن في النهاية أنا وجدت هذه الدعوة منتشرة في الوسائط الاجتماعية ولها صدى داخل الحزب، وهذا شيء طبيعي. ما حين يسيء إليك شخص تحاول أن ترد له يعني الإساءة في أقرب فرصة. قلت للإخوة لا، وأنتم تذكرون هذا، وقلته علانية في المجلس الوطني، قلت حنا ما غنقولوش لهذا السيد يلاه جا والحكومة ديالو ارحل، غادي يكون هذا ظلم، خليونا نشوفوه شنو غادي يعمل، وإذا يعني نجح في النهاية نجاحه سيحسب للوطن وسيكون للوطن وسيستفيد منه المواطنون. ما غاديش يكون يعني نجاحه يعني شيء شخصي يستفيد منه هو شخصيا فقط، وإن كان بطبيعة الحال النجاح ربما لم يقع ولكن الاستفادة ربما وقعت. فسحنا له المجال في البداية سنة كاملة وحاولنا أن نتجنب أن حتى ننتقده بطريقة يعني قاسية إلا معارضة معينة ومحدودة في البرلمان، حتى أن الأخ سي عبد الله بونو رئيس المجموعة النيابية كان يعني يتضايق بكل صراحة، يعني صدره يريد أن ينطلق او يبوح بما يراه ليس صوابا، ولكن يشعر بانه يعني الامين العام يدعو الى ان يحجم. كان شيء صحيح السيد، انا كنقول غير الامور اللي صحيحه والله اعلم، خص غير اللي تيق. فقضينا هكذا، لكن مع الاسف الشديد الذي لاحظناه ان هذه الحكومه ورئيسها لم يحالفهم التوفيق بل خالفهم منذ البداية وهم يتخبطون. فلا الوعود التي يعني يوعدوا بها يوفون بها، ولا يعني الشرح والتواصل مع المجتمع ينجحون فيه، لأنه الحكومة يمكن لك توعد باش ما بغيتي ولكن ربما ما تقدرش توفي بكل شيء اللي كتقول نظرا للظروف الصعبة التي قد ولكن خصك تشرح للناس. لا تواصل، لا وفاء بالوعود، لا حسن تدبير لما ينشأ عادة مع الحكومات من نزاعات ومن يعني مشاكل كما وقع لهم في التعليم وكما يقع لهم الآن في الطب، يعني يعني خيبات.
أمل يعني متتالية، وزراؤه يعني إلى حد الآن عدد منهم غير معروف على المستوى الوطني منهم، وقيل أنهم كفاءات، فلم نرى لا كفاءة ولا هم يحزنون. فبطبيعة الحال وأكثر من هذا فإنهم حاولوا أن يجدوا مشجبا يعلقون عليه خيباتهم وفشلهم، فلم يجدوا خيرا من يعني الحكومتين السابقتين، واجتهدوا اجتهادا فظيعا في أن يعني يربطوا بين الحكومتين، مع أن الحكومة الأولى يعني أنهت يعني حس يعني ولايتها بانتصار انتقل بها من 107 من النواب البرلمانيين إلى 125، ولا عمري غير احترام ديال الديمقراطية وديال الشعب والتصويت ديالو كان كافي باش يفرقوا على الأقل. لا، هما خلطوا الحكومتين، وبعض الإخفاقات التي جاءت في حكومة العدالة والتنمية الثانية حاولوا أن يعني يطلعوا بها الحكومتين معا، وهذا بطبيعة الحال عيب. علاش؟ لأنه في النهاية لا افترضنا أننا احنا كنا حكومتين فاشلتين، أنت كنت عنصر أساسي في الحكومة الأولى وعنصر أساسي أكثر في الحكومة الثانية. بل الحكومة الثانية اللي ما كانتش طبيعية، لأنه الناس صوتوا على العدالة والتنمية الذي كان يرأسه الأستاذ عبد الإمام كيران، وعين جلالة الملك عبد الإمام كيران رئيسا للحكومة. هذا هي اللي كانت غتكون حكومة طبيعية. هذه حكومة ديال العدالة والتنمية صحيح، ولكن يعني بصيغة معدلة، كان لك فيها القدح المعلى، فكنت كنت حملتي غير المسؤولية ديالك، وعلى الأقل ديال غير الصواب. ولو كان عندك شي شوية ديال الفهم والعقل تذكر الناس اللي سبقوك بخير. شوف أنا متبع الحياة السياسية منذ وعيت، ما كاينش شي حكومة جات كتشتم الحكومة اللي سبقتها منذ وعيت. شي حكومة جات كتشتم الحكومة اللي سبقتها ولا كتحملها المسؤولية، ما كايناش. اللي جا انت، وهذا هو الصواب. وإذا به بقاو تيقولوا هادشي حتى أصبح حمام جوجل. بطبيعة الحال حنا ملي شفناهم يعني حنا وقرناهم، وهما اللي في الحكومة كان خصنا ما نوقروهمش، قرناهم فسحنا لهم المجال، بغاو يلصقوا فينا كل شيء الفشل ديالهم. كان من الضروري أن نقوم نحن لكي نعارضهم، فأصبحنا رغم عددنا المحدود في البرلمان يعني أظن الله أعلم أقوى صوت معارضة في البرلمان وفي المجتمع، ومن خلال ندواتنا الصحفية ومن خلال تدخلاتنا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، إلى أن علمنا أن السيد رئيس الحكومة سيلقي عرضا حول حصيلة حكومته كما هو منصوص عليه في الدستور بعد مرور سنتين ونصف. فأريد أن أفشي سرا، هو أن إخواننا منذ سمعوا بهذا قبل 6 أشهر قالوا إذن يجب أن نحضر أنفسنا لكي نرد على هذا. فبدأوا منذ 6 أشهر في منتدى أطر حزب العدالة والتنمية الذي رأسه الأستاذ دريس قلي، وتحت إشراف الأخوين سي عبد الله بوانو باعتباره رئيس المجموعة النيابية، والأستاذ الكبير سي دريس الأزمي الذي لا يحب أن أذكر اسمه يعني ورئيس المجلس الوطني، يعني بدأوا يحضرون لهذا. فأنتجت وثيقة أعتبرها مفخرة من مفاخر العمل السياسي في المغرب، واطلعنا عليها قبل بضعة أيام. فاقترحت على الإخوة لا ننتظر أن يلقي السيد رئيس الحكومة عرضه، فلنبدأ نحن بإلقاء عرضنا. هكذا نرى الأمور في هذه يعني سنتين ونصف في إطار الفريق المجموعة البرلمانية بطبيعة الحال. ويعني هذا ما لا أظن أن هذا يعني يجب أن يضايق أحدا. طبعا الحال غيكون نتمنوا أننا ما نديروش هذا الشيء ولا ما نسبقوش، ولكن ما فيها بس. على كل حال حياتنا السياسية إن كان هذا يعتبر يعني إبداعا وليس بدعة فهو إبداع جيد، وحبذا أن الأحزاب السياسية كلها
تسبق إلى هذا. فها قد وقع، حضرنا الوثيقة، حضرها إخواننا الأطر بإشراف الأخوين مشكورين، والوثيقة بين أيديكم اليوم، كل واحد منكم يمكن أن يتحصل على نسخة مكتوبة منها، لأنه الإخوان ديالنا كيقولوا لي يا سعد إلا غنديروها في الإنترنت، فاش كديروها؟ PDF ولا شي حاجة بحال هكا. ف يعني قلت لهم لا، أنا هاد القضية ديال شي وثيقة في هاد الشيء، في هاد الشيء اللي قدامي، يمكن زعما يجبدوها الناس، ما كتنجحش، ديروها ورق. وراه حضروا واحد العدد ديال النسخ، كل واحد فيكم يمكن له يتحصل على نسخة، فهمتيني ولا لا؟ اللي كيشوف مزيان ياخذ الصغيرة، اللي عينو بحال ديالي ياخذ الكبيرة، راه ما كاين حتى مشكل، فهمتيني ولا لا؟ والإخوان غادي يتقدموا بعرض ديالهم حول هذا الموضوع. طبعا الحال كلكم تعلمون أننا فقدنا هذه الليلة أخانا الأستاذ مصطفى، الأخ الأمين مصطفى بوخبزة. مصطفى هو اسم والده، وهذا رجل فد من أوائل رواد هذه الحركة التي انتمينا إليها، والتي يعني ما تزال الحمد لله لها أيادي بيضاء في وطنها. فنترحم عليه بالمناسبة، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لأهله من بعده ولنا كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.